بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة أنا هسألكم سؤال، هو تجويد القرآن وتعليمه فرض على كل مسلم ولا لأ؟ فرض طبعا، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة إن هم يتعلموا تجويد القرآن. يعني ربنا بيقول في القرآن في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. وبعدين علماء القرآن بيقولوا إيه؟ ومن لم يتعلم تجويد القرآن فهو آثم، عليه ذنب. أعتقد يا جماعة إن الناس دلوقتي بتتعلم إنجليزي وفرنساوي وكمبيوتر وجاي عند القرآن وما اتعلمهوش، فده معناه ايه؟ طب يعني لو الناس دي لو ماتت هيقابلوا ربنا ازاي؟ يعني لو واحد عنده 40 سنة 30 سنة 20 سنة ولسه ما اتعلمش هيقول لربنا ايه؟ لو هو اتعلم كل حاجة في الدنيا وجينا عند القرآن وما اتعلمناهوش، دي مشكلة. فأنا يا جماعة في الفيديو دوت أنا هشرح فيه يعني تجويد القرآن، وطبعا بنسبة يعني لو طبقته إن شاء الله بنسبة 70% تبقى اتعلمت تجويد القرآن. فانا عاوزك تحمل الفيديو ده عندك وتنزله بحيث انت تتابع معاه وتطبقه، وان شاء الله في خلال اسبوعين باذن الله تكون اتعلمت التجويد. فانا هبدا دلوقتي الحكم الاولاني وربنا يعيننا. انا دلوقتي يا جماعه هبدا في اول في شرح اول حكم. بصوا يا جماعه، اي ميم واي نون في القران كله، اي نون واي ميم في القران كله يجي عليهم شده نقف عليهم حركتين. يعني ايه نقف عليهم حركتين؟ يعني يوم يكون الناس كال، يوم يكون الناس، مش يوم يكون الناس، لا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مثلا. فاما ما فاما مش فاما لا فاما ليه؟ لان الميم جه عليها ايه؟ شده من فوق. مثلا ثم كلا سوف تعلمون، الميم جاي عليها ايه؟ شد، يبقى نقف عليها حركتين. ثم كلا، هنا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى اي ميم واي نون في القرآن كله يكون عليهم شدة نقف عليهم ايه؟ حركتين. خلاص زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعه في الحكم الاولاني، ان زي ما اتفقنا ان اي ميم واي نون يكون عليهم علامه الشده هنقف عليه حركتين. يعني هوريكم بقي عشان انتوا كمان تشوفوا. يعني مثلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فاما مثلا قل اعوذ برب الناس ملك الناس مثلا عما يتساءلون. الحكم الثاني يا جماعه هو حكم المد. بصوا يا جماعه، اي مد هيقابلنا في القران، اي مد، ودي علامه المد اهي، اي مد هيقابلنا في القران كله هنمده اربع حركات. يعني ايه اربع حركات؟ يعني قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى أي مد هيجي في القرآن كله يكون نمده أربع حركات. وفي بس في حكم تاني في المد كده عايز أقوله لكم يا جماعة، هو سهل قوي برضو. بصوا يا جماعه، فاذا جاءت، يبقى الجيم ادي اهو المد اهو، هنمده اربع حركات. فاذا جاءت الطاء، بصوا بقى يا جماعه هو ده الحكم اللي عايز اقوله لكم، اي مد يقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شده هنمده ست مش اربعه. اي مد هيقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شده هنمده ست حركات. يبقى فاذا جاءت الطاء الكبرى. زي ما وضحت لكم يا جماعه في الحكم الثاني، ان اي مد هيقابلنا هنمده اربع حركات، ما عدا المد اللي هيكون بعديه الحرف يكون عليه شده ست. وهوريكم بقى عشان تعرفوا ازاي. يعني مثلا قل يا، اهو يا جماعه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا، خلاص. فإذا جاءت الصاخة
جماعة انا ايه وريتكم ازاي المد. الحكم الثالث، الحكم الثالث في سورة العاديات، بص يا جماعة، اي قاف واي طه واي ب واي جيم واي دال، والعلماء اختصروها في كلمة اللي هي قطب جد. قطب جد، اي قاف واي طه واي ب واي جيم واي دال يكون عليهم علامة السكون، السكون اللي هي عند الدال الصغيرة دي يا جماعة، الدال عليها سكون، القاف عليها سكون، الطه عليها سكون، الحروف دي بقى اللي هي قطب جد، قاف وطه وب وجيم ودال، يجوا عليهم علامة السكون أو يأتوا في نهاية الآيات، أو الحروف دي تيجي في نهاية الآيات أهو، نعمل إيه؟ نقلقلها. يعني إيه نقلقلها بالطريقة ديت؟ والعاديات ضبحا، مش ضبحة لا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الدال عليها سكون، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، مش فوسطنا لا، فوسطن به جمعا. مثلا جنات عدن تجري من، خلاص يا جماعه يبقى ايه؟ اهي عند السكون جت، وتيجي في نهاية الآيات. عشان أوضح لكم برضو أسهل، سورة الفلق أهي، قل أعوذ برب الفلق، القاف دي من حروف إيه؟ قطب جد، يبقى انقلقله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كده أنا وضحت لكم إيه؟ الحكم الثالث. زي ما وضحت لكم يا جماعه في الحكم الثالث، ان اي قاف واي طه واي ب واي جيم واي دال يكون عليهم علامه السكون او يجوا في نهايه الايات نقلقلها. يعني نقلقلها يعني فوسط، فوسطنا به جمعا، فوسطنا به جمعا. مثلا فالموريات قدحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، مش صبحا، فالمغيرات صبحا. مثل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحكم الرابع يا جماعة في سورة الزلزلة، بصوا يا جماعة، أي تنوين هيجي في القرآن أو أي نون مش عليها تشكيل، أي تنوين يا جماعة من أشكاله، شرطتين تحت شرطتين فوق ضمتين فوق، اي شكل من اشكال التنوين او اي نون مش عليها تشكيل زي دي اهي وهي، اي نون مش عليها تشكيل او اي تنوين او اي شكل من اشكال التنوين يجي بعدها حرف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والواو والنون، والعلماء برضو اختصرها في كلمة اللي هي كلمة يرملون، نعمل ايه؟ ما ننطقش التنوين وما ننطقش النون وننطق اللي هي حرف من حروف يرملون. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا يومئذ يصدر، يومئذ يصدر، والمد حركتين، مش هنقول يا جماعه يومئذ يصدر لا، هنشيل التنوين وهننطق اليه والمدها حركتين، يومئذ يصدر. مثلا ومن يعمل، هي نون مش عليها حاجه والحرف اللي بعدها جه ايه؟ يه، يبقى ومن يعمل. اوضح لكم شويه واسهل في موضوع في سوره المسد، بصوا يا جماعه، تبت يدا ابي لهب وتب، ادي تنوين جه وبعد كده واو، والواو دي من حروف ايه؟ يرملون، يبقى لهب وتب، مش هنقول لهب وتب لا، لهب وتب. مثلا في جيدها حبل من مسد، ادي تنوين جه وبعديها حرف ايه؟ الميم، حرف الميم من حرف ايه؟ يرملون، يبقى حبل من مسد، وادي نون والنون عليها حاجه لا مش عليها حاجه، جه بعديها الميم يبقى ايه؟ حبل من مسد. في سوره العلق النون دي يا جماعه عليها حاجه، جه بعديها حرف ايه؟ الره، طب الره دي من حروف ايه؟ يرملون، وقلنا اي ايه؟ اي تنوين يجي او اي نون مش عليها حاجه ويكون بعدها حرف من حروف يرملون
ما ننطقش ايه التنوين ولا ننطق النون، يبقى أرآهم أرآهم. النون مش عليها حاجه، مكان الجاي حرف ايه الر، يبقى أرآه استولى. يبقى زي ما وضحت لكم يا جماعه في الحكم الرابع ان اي تنوين هيقابلنا واي نون مش عليه تشكيل يجي بعدها حروف من حروف كلمه يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والواو والنون، نعملها كالاتي زي ما انا هوريكم بقى كده. يعني مثلا يومئذ يصدر، مش يومئذ يصدر، مش هننطق التنوين وهننطق اليه والمن ده حركتين. يومئذ يصدر مثلا فمن يعمل، مش فمن يعمل، فمن يعمل. مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، مش لهب وتب، لا لهب وتب. مثلا حبل لام وعليها تنويمة كده ميم، حبل من مسد. تاني حبل من مسد. مثلا الآية الأخيرة اللي هي أن رآه استغنى، مش أن رآه، لا أن رآه استغنى، مش هننطق النون لأن النون مش عليها حاجة، يبقى أن رآه استغنى بس كده. الحكم الخامس يا جماعة اللي هنبدأ فيه دلوقتي، بصوا يا جماعة، أي تنوين يجي، أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها الحروف ديت عين أو غين أو حاء أو خاء أو همزة أو هاء، ننطق التنوين. أي تنوين يا جماعة هيقابلنا يجي بعدها الحروف ديت اللي هي عين أو غين أو حاء أو خاء أو همزة أو الهاء، والعلماء سموها حروف الإظهار، ننطق التنوين. زي مثلا ومن شر غاسق إذا وقب، هو نطقت التنوين، ومن شر غاسق إذا وقب. سورة مثل التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أدي تنوين يا جماعة وجي بعد حرف إيه العين، والعين دي من حرف إيه الإظهار، اللي هي العين أو الغين أو الحاء أو الخاء أو الهمزة والهاء. قلنا أهو تنوين ما كده عين، يبقى يومئذ عن النعيم في سورة العلق 16، ناصية كاذبة خاطئة، ادي تنوين جه وبعد كده حرف الايه الخاء، يبقى كاذبة خاطئة في سورة التين 6. بصوا يا جماعة تنوين جه وبعد كده حرف الغين، وقلنا حروف الغين دي من حروف ايه الاظهار، يبقى فلهم اجر غير ممنون. يبقى يا جماعة اي تنوين هيقابلنا يجي بعدها حرف من الحروف دي اللي هي عين او غين او حاء او خاء او همزه او هاء، ننطق التنوين، والحروف دي يسموها حروف الاظهار. زي ما وضحت لكم كده يا جماعه في الحكم الخامس، قلنا ان اي بقى اي تنوين هيقابلنا من اشكاله، اي اشكال من اشكال التنوين يجي بعدها عين او غين او حاء او خاء او همزه او هاء، نبين التنوين ننطقه. زي مثلا غاسق اذا وقب، غاسق اذا وقب. مثلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يومئذ عن النعيم. مثلا ناصية كاذبة خاطئة، تنوين ما كده خ، وخ من حرف ايه الإظهار. مثلا فلهم أجر غير ممنون، تنوين مع كده غين، أجر غير ممنون. الحكم السادس يا جماعة، بصوا بقى اي بقى يا جماعه تنوين يقابلنا، اي تنوين او اي نون مش عليها حاجه، اي تنوين او اي نون مش عليها حاجه ويجي بعدها اي حرف، اي حرف من الحروف اللغه العربيه ما عدا حروف يرملون او حروف الاظهار، اي جماعه تنوين يقابلنا او اي نون مش عليها حاجه يجي بعدها اي حرف غير حروف الاظهار او غير حرف من حروف يرملون، نعمل فيها ايه؟ هقول لكم نعمل فيها ايه. بصوا ادي تنوين اهو جه، والحرف اللي بعدها جه ايه؟ الذال. الذال دي من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الاظهار اللي هي عين او غين او حاء او خاء او همزه او هاء؟ لا. يبقى نعمل فيها ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. والم
ده حركتين، سيصلى نارا ذات لهب. في سورة المثل الفلق اهو يا جماعة، النون دي عليه حاجة مش عليه حاجة، طب جه بعدها حرف ايه؟ حرف الشين. الشين ديت من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الازهار؟ لا. يبقى من شري. سورة مثل القارعة النون دي يا جماعة عليه حاجة؟ لا مش عليه حاجة. طب جه بعدها حرف ايه؟ حرف الثه. طب الثه دي من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الازهار؟ لا. يبقى ايه؟ فأما من ثقلت ومدها حركتين، فأما من ثقلت. وفي سورة الضحى مثلا يا جماعة هنا اهو، في سورة الضحى التنوين دوت جه بعديه حرف ايه؟ الفه دي من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الازهار؟ لا. يبقى ألم يجدك يتيما فآوى. يتيما فآوى. زي ما وضحت لكم كده يا جماعه، في الحكم السادس قلنا ان اي تنوين هيقابلنا من اشكاله او اي نون مش عليها تشكيل يجي بعدها حروف، اي حرف من حروف اللغه العربيه كلها ما عدا حروف يرملون او الازهار اللي قلنا عليها، نعمل ايه؟ ما ننطقش التنوين. وهنعملها زي ما انا هوريكم كده. مثلا سيصلى نارا ذات لهب، مثلا من شر غاسق إذا وقب، مش هننطق النون اهو، من شر مثلا. فأما من ثقلت موازينه. السابع بقى اللي عايز اشرحه ايه هو؟ اي بقى يا جماعة نون، اي نون تيجي في وسط الكلمة ما تتنطقش. اهو النون دي في وسط الكلمة اهي، مش عليها اي تشكيل، لا تنطق وتتمد حركتين. يعني زي مثال ولا انتم سورة العصر، ان الانسان اي نون يا جماعة تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش ونمدها حركتين. إن الإنسان. زي ما وضحت لكم كده يا جماعة في الحكم السابع قلنا إن أي نون تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش، زي مثلا فأما الإنسان مش الإنسانة، لا الإنسانة. مثلا ولا أنتم مش ولا أنتم، نون مش عليه حاجة، ولا أنتم. الحكم الثامن أي نون يكون عليها الميم ديت، أو أي نون يكون عليها الميم اللي فوق ديت ما تتنطقش النون وننطقها ميم. كلا ليوم بذن. اعتقد الحكم ده سهل قوي. زي ما وضحت كده يا جماعه في الحكم الثامن قلنا ان اي نون يكون عليها علامه الميم الصغيره دي هتتقلب ميم، زي مثلا كلا لينبذن، ونرفع عليها حركتين، كلا لينبذن في الحطمه. الحكم التاسع بقى اللي عايز اقوله يا جماعه، بصوا اي ميم تيجي، الميم اللي انتوا شايفينها الصغيره ديت، يكون الحرف اللي بعدها ب، مش هننطق الميم وهننطق الب، ونمدها حركتين، وجيء يومئذ بجهنم، او ما نطقتش الميم وهنطق ب ونمدها حركتين، وجيء يومئذ بجهنم. اي ميم ما يكونش عليها تشكيل فاضيها من فوق ويجي بعدها حرف الب، خلاص برضو تتنطق ب، يبقى ترميهم بحجارة، وهنمدها حركتين، ترميهم بحجارة. يبقى يا جماعة زي ما اتفقنا اي ميم هتقابلنا صغيرة من اللي انا وريتها
الكلك ويكون بعدها حرف من ايه حرف ب هننطقها ب، واي ميم ما يكونش عليها تشكيل والحرف اللي بعدها يكون ب هنعمل ايه؟ نمدها حركتين وننطقها ايه؟ ب. ترميهم بحجاره. زي ما وضحت كده يا جماعه في الحكم التاسع ان اي ميم ما يكونش عليها تشكيل ويجي بعدها حرف الباء ما ننطقش الميم وهننطق الباء. مثلا زي مثلا ايه؟ وجيء يومئذ بجهنم، اهي ميم جت صغيره اهيت وجت بعدها ايه حرف الباء. وجيء يومئذ بجهنم. مثلا ترميهم بحجارة، ترميهم ميم مش عليه حاجة كده به، ترميهم بحجارة من سجيل. كده يا جماعة أنا يعني عملت فيديو بيتكلم فيه بنسبة حوالي 70% من تجويد القرآن، وأنا يا جماعة يعني عشان ما بقاش في حد ليه حجة، كل واحد يقول لك احنا منعش تجويد القرآن وهم بيصعبوها علينا واحنا مش عارفين نعمل ايه، مش بيعرفوا يشرحوا والموضوع صعب. اعتقد يا جماعه انا سهلته على قد ما اقدر وما لعبكتش الدنيا زي ما بيقولوا وسهلتها على قد ما اقدر. فانت المطلوب منكم حاجتين، الحاجه الاولانيه يا جماعه انك تحمل الفيديو دوت وتنزله عندك وكل 3 4 ايام تطبق حكم. يعني ايه؟ يعني مثلا الحكم الاولاني كان اي ميم واي نون عليهم شده نقف عليهم حركتين. انت مثلا ليك ورد من القران مثلا 5 صفح في اليوم، انت عليك انك انت الحكم الاولاني دوت تقعد تقرا ورد دوت، ما تركزش في اي حاجه من الاحكام غير في الحكم الاولاني اللي هو الميم والنون. اي ميم ونون تشوفه وانت بتقرا تركز، اه دي عليها شده يبقى هي دي اللي انا هقف عليها حركتين، ومالكش دعوه بالاحكام التانيه. بعد لما تتمكن من الحكم دوت خش على الحكم اللي بعده، مثلا قد بجد. بعد لما تتمكن من الحكم التاني دوت خش على الحكم التالت وهكذا. يبقى في خلال اسبوع او اسبوعين هتكون اتمكنت من ايه؟ من كل الاحكام. انا يا جماعه يعني طبعا ده مش كل احكام التجويد دي بنسبه زي ما قلت لكم يا جماعه 70%، فمش عايز حد يبعت لي يقعد يقول لي انت يعني قصرت ومش قصرت، لا انا عملت اللي اقدر عليه، اسال الله ان يتقبل مني. الحاجه الثانيه يا جماعه يا ريت يا جماعه نشير الفيديو دوت ونبعته لكل الناس، لان دي مشكله لو طلعنا وقابلنا ربنا ومتنا هنقابل ربنا هنقول له ايه؟ احنا ما تعلمناش كلامك يا رب، طب جينا الدنيا ليه؟ فيا ريت يا جماعه اللي يشوف الفيديو دوت يشيره ويبعته لكل اصحابه. واديك بتتعلم تجويد القران وانت ايه وانت قاعد في بيتك ما نزلتش رحت اي حته، فاصلا يتقبل مني وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.